السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة الدبليو تي في أينما كنتم، وحياكم الله في برنامج الشارع العام. معي أنا سجاد أكرم، اليوم متواجدين في مدينة الصدر وتحديدا تقاطع الأورزدي. مدينة الصدر تعد من أكثر المناطق في تعداد السكان في بغداد، معروفة ومعروف أيضا مدينة الصدر اللي أكثر النواب المتواجدين في الدولة وفي مجلس النواب أيضا من مدينة الصدر، وأكثر الوزارات الخدمية من مدينة الصدر. لكن واقع حال مدينة الصدر مرير ومأساوي للأسف. هذه هي مدينة الصدر مثل ما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نفايات الشوارع ما شاهدنا فد يوم مسؤول إجا والتقى بأهالي بمدينة الصدر، ما شاهدنا فد يوم مسؤول إجا وقال لهم وش معتازين وش تريدون يا أهالي مدينة الصدر، أنتوا اللي قدمتوا وضحيتوا وطيتوا شهداء، انتوا اللي اكثر عدد سكان عندكم في بغداد ما يقارب 2-3 مليون نسمه فقط في مدينه الصدر، هم اللي صعدوكم للانتخابات، هم اللي صعدوكم للوزارات، كثير من الوزارات، وزاره الصناعه، امانه عاصمه بغداد، كثير كثير سلموها من مدينه الصدر. لكن هذا هو الحال مثل ما تشاهدونه، اغلب الشباب هنا عطاله، ما عندهم عمل، ما عندهم فرص للتعيين، كثير من الأرامل عندهم بيوت تجاوز، وهذا هو حالهم. اليوم أريد ألتقي بمواطنين مدينة الصدر حتى يتكلمون عن حالهم وعن هذه المنطقة وعن خدماتها. بالمناسبة احنا مقبلين على شتاء وأمطار، مدينة الصدر معروفة في كل سنة عندما تزخ الأمطار تفيض مدينة الصدر، ويبقى هذا الحال، وعلى مدار 17 سنه هم على هذا الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عزيزي؟ الله يحفظك. حضرتك من مدينه الصدر؟ من مدينه الصدر ان شاء الله. سولفي على الخدمات اللي عندكم. والله الخدمات حاليا تعبانه، تشوفها بعينك، هاي تكرم الزباين المتروسه، حتى السيارات الاليات ما قاعد تجي، يعني لو باجور لو ما يجون. والوضع تعبان بالمدينه، هاي الشباب قاعدين. تغرق الشوارع. يعني حتى بالشتاء الحمد لله والشكر بعد الشتاء ما جاء، اذا يجي الشتاء يا ستار لان كلها تغرق، خاصه من سوق الحي لحد شواد الاخير. المجاري تعبانه وكلها تعبانه، يعني خدمات ماكو مترديه. زين، ليش مدينه الصدر على مدار 17 سنه اللي قدمت وانطى شهداء وضحوا اهلها وناسها، ليش نشوف مدينه الصدر على هذا الحال على مدار 17 سنه؟ والله يا اخي ما حد اجى يعني تقول نظيف وشريف ومشى امور هالمدينه هاي، يا اللي يجي يا ياخذ له 4 سنين ويطلع، سوى رتب روحه وطلع، والمدينه هي على حالها، سبحان الله يعني. شو تقول؟ اشتكيتوا لحد؟ وصلتوا صوتكم؟ والله احنا نروح الامانه بغداد، مظاهرات، ماك ما يسوونش. ما يسوونش. تفضل يمي، تفضل يمي، تفضل يا عمو. تفضل يمي، شنو اللي قلته؟ مجلس البلدي حتى لو سووا عليه مظاهرات سووا عده مرات ماكو، ما بلطوا. شو يسوون؟ يجيبون هذا مال الانترنت الحفرته المكاين يشيلونه ويرشونه على شنو؟ ترى بلطنا. شنو هذا الشارع منجز؟ انحطت فلوسه بجيبه هاي مال الاحزاب. كل ما نخلي له مدراء عامين ومغلغلينها بنص الدوله. يعني فشي يحلوه ماكو ما يحلونه. اهم شيء المكاسب السياسيه بالجيب. مالتك ومالتي. ما قدموا شيء للشعب، كله استغفال للشعب. ليش شباب المدينه اليوم نشاهدهم اكثر شباب المدينه بطاله؟ بطاله تعيينات، ليش؟ بطاله يقول لك مو هاي الفلوس اخليها الي، اخليها بجيبي، ما اعطيها لاحد، هاي الاستغفال. يعني عندهم كانت 150 تريليون ميزانيه انفجاريه، ما عينوا العالم، هاي البسطيات هاي شلون تعيش عوائلها؟ نفس الحاله. والله تجاوزات، تجاوزات ليش ما حليتوها؟ ليش ما حلتوا؟ ليش يعني هسه تتفننون بالبوق؟ كله سرقات بسرقات، شنو قدموا؟ لا تحكي، قتلوا دزوا له جماعه قتلوا. هاي السالفه. يعني ما خبص يعني من الله، هم لا يخافون الله. لو يخافون الله وشرفاء شو يسوون؟ يقدمون شيء للشعب. ابلط، ابني، اعمر، اعطي رواتب للعالم. هاي الحكومه السابقه من عهد من استلموها لحد الان. ما قدموا شيء بخير. كلها بنايات صدام، جسور صدام، ما خلوا شيء. شنو سووا؟ يعني ابن المدينه اللي طلع على السواتر وقاتل ودافع عن قاتل ودافع عن الوطن، اذا اليوم بالنسبه اذا اليوم يريد يتكلم عن حقه يتهدد بالقتل؟ اي لا تحكي،
على مو شنو يظل هو مستفيد. مثل اني طلعت بفتوى المرجعيه، رحنا على الاتحاديه 5 اشهر راتب ما طن، والله دزتكم المرجعيه، دزتكم المرجعيه براس الزواج، ينزلون ضباط، ينزلون شو اسمه، اخر شيء يعني نوم 3 ايام ما نام 3 ساعات، 19 ساعة يوم يلزم. اخر شيء هسه رجعوا قسم من عندهم، رحنا نانا راجعنا مجلس بلدي امن الوطني الاستخبارات، قالوا اجوا عفوا ورجعوا، هذول احنا ما رجعناكم تعالوا رجعوا. رحنا للزعفرانيه الوحده قالوا ما بي كل تفاصيل لا تاثر على الجيب مالكم. شكرا أغادي. حياك الله، مرحبا، شلونك صديقي؟ طلي قدام الكاميرا زحمه عليك. انت من نا من مدينه الصدر؟ من مدينه الصدر. سولف لي على الواقع الخدمي اللي تعيشوه، سولف لي شلون مقضين يومكم انتم اهل مدينه الصدر، ليش هذه التجاوزات نشوفها؟ ليش الشباب اليوم كلها اغلبها نشوفهم بسطيات؟ اليوم الشاب من مدينه الصدر من حقه يكون موظف بالدوله، من حقه يكون ما عدناي. ليش؟ ما عدناي، بس بالمدينه ما عدناي. لا حد اجانا، لا مسؤول اجانا، لا شف اي واحد ما شفناه احنا. 17 سنه ما حد ما جاكم؟ اي ما حد جانا. هسه احنا نرد المحافظ، وين المحافظ؟ يا وسل علينا، محافظ ماكو. غير كنا عرب عندنا هسه المحافظ، وين المحافظ؟ بس مدينه الصدر. اعبر المدينه لا اكو. يعني اكو دوله واكو لك، بس هنا المدينه ماكو، مظلومه المدينه. هسه انت شوف قدامك هاي. الزباله هاي ماكو لا واحد يوصل يعني تكرمون. كل شيء ماكو. لا واحد يجينا ولا واحد يوصل لنا ولا واحد هاي. تتجاوز يجي عليك ركاب. شلون تجاوزت؟ شلون اخذت هاي؟ بس هسه يحاسبك. يعني ينافسك برزقك. برزقنا يعني يحاسبنا. بس مدينه الصدر ما حد يرضى. ليش ما متعين حضرتك؟ ليش ما متعين؟ وين هو متعين؟ على هو بقت اهلك متعيننا بفلوس. كل شيء ماك هو هسه بس بشوف المحافظ، انا بشوف المحافظ وشوف هيك بشوف. شنو اللي في وجه المحافظ؟ يجون يشحتونا نار، احنا على باب الله يجون يشحتونا. تعال تفضل يمي، تفضل. ليش يجون يشحتونا احنا خاله على باب الله؟ ليش؟ شنو شو الدوله تجي من هنا؟ اطلع اطلع اي وين نروح؟ صاحبين عيال، صاحبين جهاز. قاعد بالايجار يعني وين يروح؟ هذا قاعد بالدسين بالايجار، بالدسين. اي وعده مره. اي شهري 150 وين تعب؟ وين 150 ناب الكي يعني؟ هي انا هنا اشتغل صاير عند العالمين. تمام. بيتي بالدسين مأجر، ايجار 150، سحب 50. زين شط العيال شو اكلهم وحيجون ياكلون. كفيهم؟ لا والله ما تكفي. نجيب ونعبي بحلوكم وما تكفيهم، عندنا جهات. هو هذا اللي احنا نتكلم فيه اليوم. ليش الحكومه تركض ورا الفقير؟ طلع طلع طلع، اطلع منه اطلع منه. زين هذا وين يروح؟ وين يطوجه؟ هاك باع على وراك الحكومه، طلعها طلعها، ليش وين نروح؟ شنو ذنبنا احنا؟ زين ليش ما يشيلون النفايات اول شيء؟ اي اول شيء وين النفايات؟ احنا نشيله، عمال نشيله، خليه يعينونا. تفضل حج يمي بلا زحمه عليك، تفضل يمي، تفضل يمي. تعيينات تعيين قلت شدتين يلا عيني. تفضل لي قدامك. شدتين يلا عيني. تجي الشهداء مرت الشهيد تبيع كيس بالشارع وبالاشاره. لا راتب. وصلت مرحله مرت الشهيد تبيع كيس بالشارع؟ لا راتب. ولا تعويضات. ولا كل شيء. قاعده مره حرمه، حرمه قاعده تبيع كلينيس، لو تبيع بازات، لو تبيع ما ادري شنو بالشارع. يعني حق الدوله هذا، حق الشهيد ضحى بحياته وضحى بالدنيا كلها، ضحى بعياله، مرته بالشارع تبيع وزوج جدي. شوف هذا شو مخلص هذا محامي. مخلص محامي هذا. الدوله هاي. مخلص مخلص يبيع شاي. تعال يمي بلا زحمه عليك. ولد هذا مخلص قانون العالم. انا مخلص مخلص قانون. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ خريج قانون حضرتك؟ خريج قانون. يا جامعة؟ جامعة الإمام الكاظم. جميل. قبل 3 سنوات. هذا الفاشل. 3 سنوات؟ ما ظل تعيين، ما قدمنا علي. أوكي؟ كلية. ماكو ولا تعيين، إلا أنت من الحزب لو أنت من فلان يلا. أقل شيء أنا ب 2009 مصوب هنا بالانفجار. أوكي؟ أروح للدكتور وهاي يسوي المال العملية وهاي يقول له تعطيني 40 ورقة أرفع درجة. ها حتى انه احسب لك راتب ما اعرف شلون 4000 دولار على ما شنو 40 ورقه اي 4000 دولار حتى يحسب له راتب ما درى العجز اي هيك ايش هاي زين وانا لو عد 40 ورقه خوف اسوي عمليه ليش اجي عمليه ما شنو عمليه تجميل هاي هنا مصوب ب 2009 صوب هنا بالانفجار يعني هذا الشاب مصاب في احدى انفجارات بغداد نفس الوقت هذا الشاب من جامعه الامام الكاظم صديقهم وياي خريج خريج قانون نفس الوقت وقلنا ذكرناها مصاب وهذا باجه يثبت هذا الشيء ونفس الوقت يطلبوا منه 4000 دولار 4000 دولار على شنو حتى يسوي عمليه
هو مصاب حتى يحسب له راتب يحسب لك راتب. ونفس الوقت اللي فاجئونا اليوم الشباب انه امراه الشهيد زوجة الشهيد من اهالي مدينه الصدر تبيعك لي نسب التقاطعات. خزي على الدوله وعار على الدوله، اريد اقولها بهذا الكلام بدون اي خوف، من زوجة الشهيد العراقي هذا اللي دماءه مقدسة، دماءه زكية، زوجته تبيع كلينس بالشارع. ليش؟ من طلع ودافع على الوطن وضحى من أجله، من أجلكم حتى تتبقون بالمناصب، تخلون زوجته تبيع كلينس؟ هل المرحلة وصلتوا؟ للأسف من مصاب اليوم يتكلم ويانا مصاب وجريح بأحدى الانفجارات، تطلبون منه 4000 دولار عاملون عمليات تجميل وعلى متعين ولا اخره. زين شنو ذنب الشاب اليوم واقف اليوم يبيع شاي بهذا الكشك في هذه درجات الحراره العاليه؟ شنو ذنب هذا الشاب؟ صار لك ايش قد تبيع هنا الشاي؟ صار لي تقريبا 3 شهور. وين كنت اشتغل يعني بالافران وهاي مقضيها بالحراره الحمد لله. شو اسوي احسن ما قاعد؟ قالوا عندي فلوس لو منت من الحزب وهاي كانوا عينوني ركضوا بي ركض، بس الحمد لله ان الله شايف شو تسوي. يعني انت بهذا العمل جرد حتى تعيل عائلتك؟ اي طبعا. مثلا انا اشتغل مثلا لا متزوج، عمري 29 سنه لا متزوج، لا وانا غرفه ما عندي بالبيت، نايمين كل احنا بغرفه واحده. شو تسوي؟ الحمد لله والشكر، يقول الله موجود. الله موجود، شكرا لك. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ تعال تفضل لي يمين. انت هنا سايق كي ايضا لو؟ انا خريج ماليه ومصرفيه جامعه الامام الكاظم. وعندي سيارة كي اشتغل بيها. يا مكتر الخريجين في مدينة الصدر، يا مكتر الخريجين. هسه انا هذا صوتي رايح من ورا الصياح، يعني نصيح على مود السرة مالتنا، ولون حصلتك لو من حصلة، على مود عيشتنا، وهاي خريجين وقاعدين. ومن البارحة صارلك كم سنة؟ كم سنة انت متخرج؟ سنتين صار لي. متخرج صارلك سنتين؟ ايه. قسم مالية ومصرفية؟ مالية ومصرفية، علوم مالية ومصرفية. تدري انت بالدول المتقدمة المالية والمصرفية مباشرة أول ما يتخرج تعين؟ أقول لك هو العراق أول دولة متقدمة، بس وينه؟ دول قلبك وينه؟ هو كله بوق ونهب وسلم. شو محصلين من عدة احنا العراق؟ الله يساعدك. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ من أهالي مدينة الصدر؟ نعم. قول نعم. أنا عند أخوي عند السيارة كية. نعم. مطيها السايق يشتغل بيها. السايق طلع يسلب بيها ويبوق. هي السيارة باسم من؟ باسم أخوي. باسم أخوك؟ أي. راح للمركز يستفسر عن السيارة مالته. قالوا لنا تفلان، قال لهم إيه. شوف شلبوا بيكظوا. فمن كظوا تعرف أنت بعد الديك ما أدري إيش الصفحة. زلقوهم زلق. قال له إيه إحنا البقنا. يعني هو لا بيها لا عليها. عدة للجهال. يعني أخوك ما مرتكب أي جريمة. اسمعني خلنا أكمل لك. مرته وجهالة طشروا وهاي العالم كلها تدري. هسه ما يحكوا لك علي شنو هو شرفك يا حكم القاضي 10 سنوات. هي هاي دوله يعني هسه الداعشي واللي فجر يطلعونه والبريء والفقير يخلونه جوا دولتي؟ ايش عم دولتي؟ عم ما تحكي التام. عم احكي علي شنو سوى هو؟ والله العظيم انا كون هسه صوتكم صدق صوتي يطلع ويخلوني اواجه الكاظم. الكاميرا امامك. والله كون يخلون صوت توجه صوتك كون صوتي الكاظمي ويقول له يدز علي واحكي له. يعني هسه مو يقول السجين عراقي انا اريد اقابله واحكي وياه، ما يخلونه اقابله واحكي وياه، لان لا بايق لا مسلم. يعني بشرفك انت والله حسين سال هذول، انا ما احكي سال هذول علي الجان. يعني صلاه صوم بعد طقوه بعشر سنوات وكل شيء ما شايف من حياته وحقاي مصابه ابو عبد الله. متى طلع القرار عليه؟ هاي صار له سنتين. صار سنتين؟ اي والله. محكوم؟ اي والله. وهاي جهاله مطشره. اي شوف صيح امه ماتت ما شافها. من وراء اخوي امه ماتت قبل رمضان ب4 ايام. الله يرحمه. والله العظيم هاي حالنا، وانا بايت بالشارع على عيشتي وحق مصاب ابو عبد الله وعلى عائلتي. على عائلتي. اي والله. على هذول جهال اخوي وعلى جهالي. الله وكيلك. شوف وانا اريد من الله واهل البيت تكون توصلون صوتي المالي بلكي الله يحدث علي يسوي. احنا برنامج الشارع العام، احنا اليوم متواجدين من اجل خدمتكم حتى ننقل صوتكم. احنا اللي علينا انتم عليكم توصلون هاي. احنا علينا نقول لاي مسؤول وحتى لرئاسة الوزراء وكل المعنيين في الدولة، نحن اليوم من برنامج الشارع العام على قناة دبليو تي في ننقل صوت المواطن. احنا اليوم عينك يا المسؤول، اذا انت ما تشوف
اذا انت المسؤول ما تنزل بالشارع وما تشوف شكو ماكو، فاحنا عينك احنا اللي جاي ننقلك. فذولا مواطنين وذولا عراقيين وذولا هم اللي انتخبوكم هم اللي صعدوكم. احنا اللي وصلناك، احنا اللي وصلناكم، احنا اللي وصلناك. هو انت هسه انت تقاتل، ابنك يقاتل، لو احنا نقاتل عمي، احنا ضحينا بدمائنا واهلنا وعشائرنا، احنا شو نريد؟ نريد بس يكون الله يعينون على هاي العالم بالسجن، ما حد الهول. شايف المتظاهرين النسوان يعني بشرفك مره، يعني ست انت ما عندك ام مره تطلع شعرها قدام العالم وتطلع شيباتها تقول لك ابن بريء، وانت بعد شو سوي الدوله بعد كيف؟ والله ما عندنا غير شيء نحسب يلا ونعمل وقت. ممنون غاد. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ ايش قد عمرك؟ مواليد 2001. مواليد 2001؟ انت طالب؟ لا لا مبطل. تارك الدراسه؟ اي تاركها. شو تشتغل؟ هاي الكي هم يعني ساكي. ايه سكن 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 سكن. قد يوميتك؟ 5000 2000 3 2000؟ ايه زين انت 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 كشاب تكفيك 2000 دينار؟ شو اسوي؟ وين تودي ال 2000 دينار؟ شو اسوي؟ وياما تحكي وياما يقول لا لا تعيين لا هذه يعني الكاميرا قدامك لا تعيين احكي طلع لي قلبك قول شو احكي يعني قول 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 احكي اللي تريده انت كشاب اليوم، شنو هي متطلباتك؟ شنو اللي تريده؟ ال 2000 لو الكلافه هنا يصرفها ويروح، هنا يصرفها ويروح. والده متوفي ومع العلم والدك متوفي؟ اي متوفي. يعني انت يتيم؟ اي يتيم وعنده بنات وعنده اصغر من عنده وعنده بنات. يعني تعال وقف يمي بس بلا زحمه والله. انت يتيم؟ اي ونفس الوقت تصرف على عائلتك؟ اي وتطلع 2000 دينار 3000 دينار؟ اي جاي شو اسوي؟ والده موظف بالنفط، من توفى كل حقوق ماكو. والده موظف. احكي لي انت لا تخلي غيرك يحكي. بالنفط. ايه. وراجعنا عليها ردنا ما طلعت. كل ما هاي ما تطلع ما تطلع، اخر شيء عذبتنا. او عنده عم موظف بوزاره النفط، هم راجع عليها وما طلعت، يعني ما تطلع مسدوده بوجهنا. توفى ب 2006، من 2006 راجع عليها ولي هسه ماكو، واحنا هسه بيا سنه ب 2020. ب 2020 لا 2006؟ من 2006 هو توفى، عافني صغير انا. ب 2006 ونراجع عليه ليه هسه وما ما تطلع ما تطلع، شو تسوي؟ ما تطلع، هم هم تفيدنا. شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ سجاد علي خلايف. سجاد علي؟ خلايف. يعني رسالة إلى وزارة النفط. هذا الشاب مواليد 2001. اسمه سجاد علي خضير من أهالي مدينة الصدر. والده متوفي في سنة 2006. طيب المتوفي إذا هو موظف مو لازم له حقوق، مو لازم له راتب، الراتب ما يكون لا اقول لك ماكو ماكو الا ماكو الا ليش؟ اقول لك ماكو، عندنا اوراق تثبت وكان وزاره النفط توفى، لا اقول لك ماكو الا كل ما يروح كل ما يروح شالوا الذكرى عليه يسولفوا لاهلي يذبون اوراقه بالزباله تكره كل ما يروح. يلا انت من هاي وبعد قيس اسولع على الاخوه والمسؤولين في وزاره النفط يسمعون صوت هذا الشاب المظلوم. يقول لك 3000 دينار اطلع باليوم واعيل بيها عائلتي وهو يتيم. السلام عليكم. تفضل يمي بلا زحمه. منين حضرتك؟ من بغداد. من مدينه الصدر بالنار. مدينه الصدر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم اثما ليزدادوا عذابا اليم. اخي المحترم، ماذا قدمت هذه الدوله لها الشعب هالمسكين؟ بلد كل نفط من زاخه للبحر، وين تروح فلوس النفط؟ وهذا شوف احنا الحال. احنا دائما هو صح احنا بلد نعم بلد النفط بلد متقدم صح؟ نعم بس عندنا المفروض عندنا صناعه، المفروض عندنا زراعه ماكو. افضل ارض هي بالعالم هي ارض العراق. اغلى بلد بالعالم بعد اخوك. عندنا نهرين، عندنا نهرين، نهر دجله ونهر فرات، عندنا حضاره، عندنا مقدسات. اغنى بلد بالعالم، فلوس النفط وين تروح؟ هذا بلد هذا كله مليان قذارة ووساخة. شنو نقدمه للبلد؟ مستشفى براس خير ماكو، رصيف ماكو، شارع مبلاط ماكو. ليش؟ من سوء إلى أسوأ. شنو قدمته؟ عندنا مستشفى براس خير لحد الآن هاي البشر يموت وكأنما ميت شون كلب. ليش؟ البشر هذا بروح العزيزة، بروح الطيبة، بليل وضحى هيروح. شنو السبب؟ السبب شنو؟ لأن ماكو عناية، ماكو تقدم، ماكو كل من هاي الأحزاب. الأحزاب شنو قدمت؟ الأحزاب دمرت البلد، الدمر من سوء إلى أسوأ. شكرا. وهاي نتيجة البلد.
هاي نتيجة البلد شنو قدموه؟ أنا بالانفجار بال 2014 24 خياط براسي وهاي رجلي انكسرت وحتى على اليوتيوب أطلع لك إياها كش ما كيف لك الحسين أبو عبد الله راتب ما عندنا على الجراج عايشين وشغل ماك صار 7 أشهر لحد الآن أنت أيضا 5000 7000 إلا الله قاسمه ولا واحد يطلع على غير طريق نقول حسبي الله ونعم الوكيل بس هذا زين شلون عايشين يعني مدة تقول لي 7000 ترى 7000 جدا 10000 ايش تسوي شلون شو توكل هذول اسالهم هذول السواق اطفالك اطفالكم ما يطلبون منكم ما نجيب تعبان لا انا عارف من بقى عنسر هي تعلم على هالشغل 10000 8000 هي وشي ثاني الدول سمعت بيها الدول الطف عفوا المساجين بس العراق ما الطعف للمساجين ابد مستفاد الدول مستفاده والعراق مستفادين شو اسمك تعدي ما حلوك يا ناتي يا عاي ما عندي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان في بلد متطور أو خل ما نقول متطور خل نقول إذا في بلد آخر ذوي الاحتياجات الخاصة مقبولة على الدولة يعني يبيع شوكليت بالشارع معقولة هذا لازم يكون معزز مكرم إلى راتب خاص حتى خدم من غير بلدان يجيبوله هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة يا رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ركزوا على المواطن وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة من الساعة 5 الصبح تطلع من كبه محيي ساعته ما اطلع يحيي استاذ اكو موضوع على البطاقة التوميني الله يسعدك البطاقة التوميني اكو موضوع على البطاقة التوميني كل 5 أشهر يلا تجيك وطحين لو طحين لو اشتغلوا بوزارة الصناعة الحصة وين الحصة؟ تستلمون حصة؟ لا ماكو. ايش قصدك لك ما مستلم؟ ايش قصدك لك ما مستلم حصة؟ ايش قصدك لك ما مستلم حصة؟ احكوا ايش بيكم؟ ها؟ بس طحين. انت شنو عاملك صديقي؟ صار 7 أشهر بس طحين. سايق كوستر هنا. سايق كوستر هنا بالبلدية؟ اي نعم. هاي الدول هذا بابا متزوج عندك عائلة؟ اي متزوج عندك مجال. زين. عملك مكفيك؟ شنو قدموه؟ والله وهذا العمل تعبان هو من جت عليك هو اللي هسه تعب الوضع. كله تعب ولا كل هالشغل لا عمله كله قاعدة تعبته ماكو واحد يعني هسه عمله مكفي وانت تعرف هاي الوضعية تعبانة طبعا الإيجارات أيوة. مصروف أطفال مولد عندكم اي أيوة والله تعبانة الوضعية استاذ المخاص المكروسة مال سيح تفضل يمي هنا بلا زحمة تفضل يمي لا هذا نفس المخاص يقول وما يوزعون سلام ورحمة الله سولف حبيبي أنا قام بوزارة الصناعة وزارة الصناعة وزارة الصناعة يعني أنت موظف الزيوت النباتية تمام أنا راتبي أنا من 2001 تعينت نظام السابق 2001 تعينت أنا راتبه هسه 360,000 ليش المفروض عندك خدمة؟ إي خدمة يعني 19 سنة تقريبا 17 من 2001 إي 19 أخذوه من عدة 3 سنين يقول لك عمرك كان صغير هاي بالله بيها بابو جواب هاي عندنا دوليا هذه 16 سنة خدمة دوليا عندنا 18 يتعين إلى ما فوق صحيح هاي منتهي من عندنا بالنسبه للزيت والهاي هاي مخازن متروسه مال الزيوت النباتيه صابون متروسه المخازن ليش ما يدي يوزع هذا وزير شو اسمه التجاره ليش ما يوزع اطل الناس والله عندنا زيت يكفي هذا الشعب العراقي كله اشي بالقران قاعد يتلف قاعد نبدل له علامه حتى لا مو حتى انت مسؤول على كلامك هذا انت موظف والحسين هاي موجود الدين قاعد يجي بتريلات قاعد يعبونه وقاعد يحطونه بالمخازن ويتلف ويرجع يعيدونه ويتلف ويرجع يعيدونه ويتلف ويرجع يعيدونه ليش ما يطول المواطن ما يطول يا ليطيك زمن صدام كنا نوزع زمن صدام كنا نط حتى الخمره زين في وزاره الصناعه فقط الزيت والصابون فقط ليش زاهي بعد زاهي فتره كورونا كلنا نشتغل زاهي ما ولا واقف اليوم في الموجودات شنو عندكم هسه زاهي صابون يعتبر مجمد هناك ما ادري زاهي صابون زيت كل شيء موجود بس انا اقول لك التايت واقف تايت من بدت السقوط اشتغلوا فتره ووقفوا هاي الزيوت النباتيه يعني كلام مهم من احد الاخوه التقى بينا اليوم موظف وبوزارة الصناعة خدمة أكثر من 16 سنة وراتبه 350,000 دينار لكن الكلام المهم
انه وزاره الصناعه يقول الزيوت موجوده، الصابون موجود، زين انتوا المنظامي شو تريدون تسوون؟ سالوات وتضموهم من 20 سنه عندنا تقشف. هاي الصوره موجوده، هذا الصابون ده نشتغله. هسه طلع لك الصوره موجوده. العجيب بالامر والمضحك، ليش ما تطلقون المواطنين؟ هذا من حقهم. هذا الصابون شوفه، هذا الصابون جاي نشتغله. هذا الصابون جاي نشتغله. اعطيني تليفونك. هذا الصابون جاي نشتغله شوفه. محمد خذ لي هذه اللقطة إذا ممكن. هذا موضوع مهم إلى وزارة الصناعة والمعادن في بغداد أو في العراق أجمع. رواتب مضمومين وزارة الصناعة. وزارة الصناعة جاي تشتغل. جاي تشتغل. صابون، زيت وإلى آخره. وهذه صورة موظف من داخل الصناعة. ليش ما تطلقوهن؟ المنظامين. شنو تريد تسوي؟ تريد تطلعوا الغير بلدان لو شنو هي القضيه؟ والله 350 انا قاعد اشتغل تاكسي، قاعد اطلع من الدوام اطلع اشتغل تاكسي، اطلع لي 15000 10000 ما يكفي. 350 ما تطيق، قابضين سلفه 10 ملايين يعطونك 170000، 170 ما تطيق. هاي تحليل مال يوريا الوالدي قاعد اسويه انا ب 60000. المن 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 تروح المن تشتكي؟ زين ما خاطبتوا بالوزاره عندكم؟ ما حاولتوا توصلوا للوزير؟ طلعنا مظاهرات، طلعنا الوزير، الوزير ما حاولتوا حتى جام كسروا مال الوزاره وماكو. ماكو يعني 10 ملايين الطاق سلفه اشترينا بها سياره ذا قصك 200000. ايش تبقى من ال 350 360 وهي الزوجيه والاطفال؟ يعني 350 360 يقصون منها 200000. ايه. يعني 160000 فقط. هذا ايه. هم هاي الرساله دا تجي عن طريق الماستر. يلا علما ترطيها هاي. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. الله عمو تفضل يمي بلا زحمه عليك. تفضل يمي تعال. انت ايضا النا من مدينه الصدر؟ والنعم من اهل مدينه الصدر. مدينه الصدر طبعا ناس طيبين، اهل كرم، اخلاقهم حلوه، يعني اللي يدخلوا لهم يستضافوه باحلى ترحيب. الله شاهد اهل مدينه الصدر. الله يخليك ويحفظك. سولفي على الواقع الخدمي يعني. والله واقع الخدمي بعد يعني ما مخفي، هو قدام العين، ويوم أسوأ من يوم. بالايام اللي تمطر يعني هسه احنا مقبلين. والله الايام لا بالعكس بالأسوأ. 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 من ناحية الحصة التموينية لحد الآن الجماعة مغلسين عليها، ووزير التجارة لا حد يجاوبه ولا حد يسأله ولا حد يقول هاي العالم منين تجيب؟ رواتب عسكري ماكو، مدني ماكو، المتقاعدين بس الطول المدني والعسكري، والبقيه المتقاعدين المدرسين هم ماكو خطيه لحد الان. اكو عالم قاعده ايجار، والله ثق بالله انا اعرف ناس قاعدين ايجار يعني على الله عاين على الراتب مالته، ولحد الان ما مستلم. اليوم ايش قد بالشهر؟ ما مستلم. ليش؟ زين انتم العالم اعطيتوهم قروض، هم تقطعوا من راتب من القروض؟ لا القروض قالوا ياب القروض بعد ماكو، مشينا بعد لحد الان القروض. قالوا راح توقف بسم الله الرحمن الرحيم الضرائب ماشيه. زين هاي كل الواردات وين تروح؟ وإن من ينطوها؟ المن اريد اعرف المن ينطوها؟ الى المعوق مطينه، الى المريض يعانينا، يا الانسان اللي مثل ما نقول هذا اللي عنده الحاجه اللي حاجتين هو حاجه. اصدق في كلامك، يعني ذوي احتياجات خاصه ما عنده راتب. بالضبط ما عنده راتب. زوجة الشهيد ما عندها راتب. ما الشهيد ما اصلا يعني والله كلهم مظلوميه بمظلوميه. الشعب العراقي عباره عن مظلوميه بمظلوميه لحد الان والله. ويوم ويوم اني اسوء من يوم. والعيشه نفس الشيء، هسه انه دمرونا بهاي كورونا يعني ارزاق كل هيات. هسه تروح لهذا ابو البسطي تروح تسيله قل له شلون؟ قلت له اقول لك عمي رزقي ماكو، لان هو عيشته علي وانا هو وانا عيشته على العبري. العبري اذا هو قاعد او الموظف قاعد مقعدينه زين منين يجي؟ الحمد لله على كل حال. الله يكرمك. مشاهدينا مستمرين وياكم في برنامج الشارع العام من مدينه الصدر وتقاطع على ورزدي تحديدا، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. عدنا معكم مرة أخرى مشاهدي ومتابعي قناة الـ WOTV في برنامج الشارع العام من مدينة الصدر.
مشاهدينا هذا هو واقع الحال في مدينة الصدر. رسالة إلى أمانة عاصمة بغداد، ما هذا؟ أيعقل في سنة 2020 والساعة 11 صبح مجلس البلدي وين؟ أمانة عاصمة بغداد وين عن هذا الحال؟ هذا حال مدينة الصدر؟ مو فقط مدينة الصدر، لا، أغلب المناطق في بغداد من ندخل لها ونشاهد نشوف هذه المناظر. يا عمي هذه بغداد، بغداد والشعراء والصور، قالوها قبل، بغداد والشعراء والصور في 2020 بلد الحضارات، 7000 سنة حضارة، هذه تاليتها؟ طيب أنتم موظفين في أمانة عاصمة بغداد، عملكم شنو؟ دوركم شنو؟ موظفين تتقاضون رواتب ومسؤولين كبار في أمانة عاصمة بغداد. احنا ما نتكلم عن الموظف البسيط في الأمانة، هذا خطيه ما له ذنب، لكن مسؤولين كبار وكثير من مدينة الصدر متواجدين في الأمانة عاصمة بغداد وفي كل دوائر الدولة. هلا هلا بناسكم، هلا هلا بناسكم، واتقوا الله على هذا الحال. صديقي تعالي مين بلزحم عليك، هذا الشاب هنا عنده قضية يريد يتكلم بيها، هو أيضا مصاب. مرحبا حبيبي. قلب عليك بالسلام. سولف لي اللي قلت لي قبل التصوير. والله أنا رجال سايق وعندي والدتي مريضة، كل أسبوع علاجها 100,000. زين، ثانيا والدي وأخوي توفوا وهي العالم كيف تربيهم الله يرحمه، معروفين هنا. زين، ثانيا عندي 3 أيتام جهال أخوي قاعد بالإيجار ويا دوب أطلع عيشته. ثانيا ب 2014 اجت هاي الفتوى، داومت بالقرمه، داومت بالموصل، داومت بتكريت، ما خليت مكان ما جاهدت بي، وانا مصابه برجلي. وين داومت يعني؟ داومت بالاتحاديه. بالاتحاديه يعني الداخليه؟ الداخليه. زين، اخر شيء استقريت فوج الثاني الواد السابع بالدوره، النزله مال الدوره مو هو الفوج الثاني، داومت بيها 8 اشهر او 10 ايام انا بدون راتب. وعنده ايتام وقاعد بالايجار. اجي من الدوام اروح اشتغل بحيث اطلع عيشتهم. زين؟ ثانيا رحت هسه راجعت قلت لهم عمار كنت اداوم بدون راتب. قالوا والله مشكلتك هاي ما عندك امر دار ما رجعك. زين ليش هاي مصابتي وجاهدت وسهرت الليالي؟ ليش هيك؟ وين اصابتك؟ هاي برجلي هنا جوا. زين؟ بيا منطقه صوبت؟ بالموصل. بالموصل؟ بالموصل. يعني انت في تحرير كنت متواجد في موجود موصل وباقي الاماكن، ما بقيت مكان ما رحت بي الله شاهد عليه. زين، سياد تروح له هسه اخر شيء قلت له محمد اذا عوده ماكو يا تروح لعم عيني طينا 35 ورقه طينا 40 ورقه. ليش؟ ليش يعني احنا مو عراقيين؟ يعني البنغلاديش احسن من عندنا؟ مستغلين البازيخانات، مستغلين الشركات، مستغلين جميله. هاي جميله عمان تريد تروح تشتغل ما يخليك تشتغل؟ بنغلاديش احسن من عندي؟ لا هو ماكو هاي الجنسيه العراقيه اخو خلينا نحرقها احسن. هو ماكو تفضيل بشر عن بشر، هو بشر وانت بشر، ودعتك لكن, لكن لكن الاحق المواطن، احنا نتكلم هو بشر وانت بشر، هو من حقه يعيش. هو مو حاليا افضل، لكن 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 كبلد انت كبلد مرفقك هذا بلد. هاي المدينه يا ما ضحت، يا ما ضحت شهداء وعوائل جهولت وما ادري شنو، وهذا بلد يلا باغ. هو هذا اللي ذكره، هو هذا اللي ذكره، هذا بلد هذا مربك. المواطن العراقي، المواطن العراقي هو احق بالتعيين، هو احق بالعمل. تعال دك دك اي عائله هنا، اي عائله دك بابها، الا ما بيها شهيد، الا ما بيها شهيد، كل بيت شنو تريد انا حاضر. زين يلا باغ يا مهزله، كل احزاب وكلها ما ادري شنو، يلا باغ. صار لنا سنين احنا هنا سنين. وضعية تعبانة وشمر. تعالي صديقي مرة ثانية بلا زحمة عليك، أريد أن نوصل رسالة إلى معالي وزارة الداخلية. سيادة الفريق عثمان الغانمي الأخ هنا كان في الاتحادية وتطوع في فتوى المرجعية وذهب مع الاتحادية وقاتل وهو مصاب أيضا وعنده شهداء، واسمك الرباعي؟ حسين عباس قايد فرحان. حسين شو توجه رسالة لوزير الداخلية؟ والله أطلب من الله ومن عنده يكون يحييني، لأن لا راتب لا رعاية. رحت وديت مرت أخوي للرعاية أرد أطلع لها راتب، وثانيا أم أرملة أرد أطلع لها راتب، يطلبون من عنده فلوس على مرت أخوي، طلبوا من عنده 1,100,000. زين، قلت له عمي طلع الراتب وخذ، ما عندي بس الله، ما عندي أشتغل سايق عند العالم، العالم كله تشهد.
اما اشتغل سايق لو مو سايق، اشتغل سايق عند العقد يا دوب اطلع 15 مصرف علاقي ابو الايجار هذا الشهر تعارك وياه ما عندي. الله يسعدك. يقول لي والله ثاني شهر لا ما تدفع شيء لك من البيت وين اروح؟ الله يسعدك. وين اروح؟ وين اطوفك؟ صوتك وصل ان شاء الله وزاره الداخليه. اي والله اطلب من الله وزير عسى ولعل ان يصل صوتك. السلام عليكم. شلونك عيوني؟ شلون صحتك؟ شنو عملك؟ انا عندي كوستر صار سنتين انا عندي سارة هنا بالورز سران هنا تقاتل ورز. ولا فد يوم اجى واحد مات العاصمه نظفوا على مدار سنتين يعني هذا الحال؟ والله انا هناك دوم هنا هاي كلها شاده قصر هنا بالساره ما اجى فد يوم مات العاصمه نظفوا دباوع هنا. اكيد عندك عائله؟ عندي احتياج عائله. زين كفيهم عملك؟ ها؟ عملك مكفيهم؟ لا ما مكفي. زين هاك شوف يا مات العاصمة تعدل العراقي شنو اللي تطلبه؟ زين هاي شوف النظافة الريد هاي شوف النظافة هاك تبوع لها كلها بوق وبوق. لا هذا مو من متطلباتك هذا من حقك المشروع. اي جاش اقول لك جاش اقول لك هاي ابو علم اه شوف ماكو تعال تفضل يمي بلا زحمة. منين حضرتك؟ منين؟ من بغداد مدينة الصدر. مدينة الصدر مدينة الصدر شنو عملك؟ والله انا حمال بجميله. حمال بجميله اي والله يعني هم لا يفتحون عينات العالم انهم طبوا عين البنغلاديش طبوا عين البنغلاديش وتعينات ما فاتحين العالم ومحاربين برزقنا ورزق ماكو يعني نطلع من الصبح احنا بالاربع الصبح نرجع يعني شاب بجيب 10000 دينار 5000 الله يقبلها محمد يعني حتى تعينات ما يفتحون العالم هم. ايش قد عمرك؟ والله 27 سنه يعني زواج ما تقدر تتزوج زواج ما تقدر تتزوج لان ما عندك شغله تاكل منها خبز. طبعا الزواج راد الله وكيلك محمد كفيلك راد فلوس فلوس يعني يعني هاي ابسط شغله هاي من حقك الشرعي هم هاي من حقك الشرعي اللي هو هاي مزبله مدينه الصدر كلها طسات ناس حراميه نشاله وين طب هاي هاي هيش طب طب شوف الطسات البشاره يعني حقك الشرع ما مسوي لك اياهم يوفرون العالم شي يوفرون العالم الله وكيلك محمد كفيلك شغل ماكو عالم تعبانه واحد يبيع مي واحد يبيع شكليت ملت العالم ملت بس مال بوق ونشاله وبيهم بس يبقون بالعالم الله وكيلك محمد كفيلك. وزير الداخليه لقاءات وزير الداخليه لو يفتح لقاءات ويا العالم اكو هواي مظلومين يعني انت لك ثاني مال الاتحاديه مال الفتوى يقول لك بطل يعني انت من ضمن المفسوخه عقودهم اي مفسوخه عقودهم في وزاره الداخليه بس كانوا يضغطون علي كيف انا ضابط دوريات انا كنت سابقا بالداخليه وطلعت بزمن صدام ورجعت بالفتوى قاموا يضغطون علينا ينزلون قسم المنتسبين بفلوس ويخلونا يضغطون علي يعني ثلاث ساعات ما نام ثلاث ساعات العالم ستة بستة وانا لا ثلاث ساعات ماكو حرام روح تعال انتقل بذيك المكان انتقل بذيك المكان هسه هو رئيس عرفه الوحدة انهزم من كثر ما ضغط على العالم حسين الطليباوي صوتك مسموع ان شاء الله رحم الله يديك مشكورين شكرا لك شكرا التقي هذا الحليه والدبدوب شلونك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ زين انت هناك في عماي؟ ايه ايش قد طلع يوميا؟ هو مو سوى يعني مو سوى يعني تقريبا خمس صناديق 20 صندوق هيك شوي باوع لي على الكاميرا بدك تباوع على الكاميرا وتحكي ايش قد عمرك انت؟ 16 سنه؟ تعيل اهلك ساعد اهلك؟ ايه من يا ساعه تطلع هنا؟ من الساعه جت من 8 من 8 الصبح؟ اي وين؟ ال 12 بالليل الوحدة. انت مو بالمدرسة لو عايش في المدرسة؟ لا والله مو بالمدرسة. عايش في المدرسة حتى تساعد اهلك؟ اي تشا تساعد. شكرا لك. شكرا. شكرا حياك الله. مثل ما شاهدتوا مشاهدينا هذا حال مدينة الصدر. للأسف وضع مأساوي في مدينة الصدر. خدمات ماكو. تبليط شوارع ماكو. النفايات مرمية في كل مكان في مدينة الصدر تعينات ما عندهم البطالة هنا أنا متغلب على أغلب الشباب في مدينة الصدر البطالة متغلب عليهم بيوت أكثرها تجاوز على مدار 17 سنة مدينة الصدر على هذا الحال اللي هي أكثر منطقة في بغداد في تعداد السكان والكاميرا هي اللي تصور والنفايات وين ما نروح خذ لي هذه اللقطة زميل محمد والنفايات في كل مكان في مدينة الصدر للأسف كادر برنامج WTV كنا متواجدين اليوم في مدينة الصدر تقاطع على الأورزلي حتى ننقل لكم صوت المواطن.